الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العظيم. سيادة الرئيس محمد حسني مبارك رئيس جمهوريتنا الحبيب، الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وحضراتكم بخير. من العام للعام يهل علينا بنوره شهر ربيع الأول، لنحتفل مع رئيسنا مبارك بذكرى عطرة مباركة كان فيها الإشراق الإلهي على الإنسانية بولادة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الحدث الجلل الذي ارتقت به الإنسانية كرامة وعزة ورونقا، يوم أن ازدانت الإنسانية كلها بمولد خير البشر أجمعين الذي كمله ربه وجمله وأدبه، فإذا الإنسانية تنمو وتكتمل. وكما قيل، كان في آدم سر وجود الإنسانية، وكان في محمد سر كمالها. ومن العام للعام نتطلع مع رئيسنا إلى المثل الأعلى والأسوة الحسنة، نقتدي ونعتبر ونحن نحتفل. نبدأ بالذي هو خير، آيات بينات من الذكر الحكيم يتلوها علينا الطالب أحمد الشحات لاشي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله، إن الله سميع عليم. يا فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم.
إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم صدق الله العظيم. سيادة الرئيس، يجيء احتفالنا كل عام بمولد خير الأنام، وأنت تحتضن أهل العلم والدين.